السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الرابع، يعني ده بارت 4 زي ما انت شايف قدامك، وانا مستر هيثم كمال، اكيد انت عارفني. والفيديو ده هو الفيديو اللي هنحل فيه الجزء الرابع، يعني الوحدة الرابعة من اسئلة كتاب ماي فريند. احنا بنحل الجزئية الصغيرة اللي في اخر الوحدة اللي اسمها اكسرسايز فور ذا توبرز، لانها بتجيب 10 جمل، بيكونوا 10 جمل في الجول، يعني حاجة كده 10 جمل جامدين جدا، وبيعمل لك ريفرش على الافكار الصعبة اللي ممكن تقابلك في الوحدة دي. تعال نبدأ كده بسم الله. بس قبل ما نبدأ انت كمان قول بسم الله واعمل لايك للفيديو، ما تبخلش على الفيديو، واشترك في القناة لو مش مشترك. ولو انت اول مره تتابعنا، القناه عليها حل كل الوحدات الموجوده في المنهج من كتاب جيم، وهتلاقي بدايه من الوحده الثامنه اسئله كتاب المعاصر، وهتلاقي سلسله ترجمه جمل ترجمه لان الترجمه مقرره عليك، وان شاء الله هتلاقي شرح القصه، وهتلاقي كل حاجه لها علاقه باللغه الانجليزيه، وهتلاقي رابط في الديسكربشن تحت بجروب التليجرام اللي بننزل عليه اسئله وامتحانات بشكل مستمر، وممكن تبعت لي عليه اسئلتك لو عندك سؤال. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب كمان مره. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم، استعن بالله، تعال نبدأ. neither I nor I any sport. انت فاكر طبعا اكيد وعارف ان neither دي ممكن نجيب بعدها فاعل nor فاعل. انت حافظ كويس ان مع neither nor ومع either or بناخد على الفاعل اللي بعد الرابط اللي بعد nor و or، يعني انت هتاخد على الفاعل مين هنا؟ على الفاعل I، وبالتالي مع I هناخد practice اللي هي number A. السؤال الثاني بقى والفكرة اللي عايزك تعرفها، نفترض ان بقول لك neither I nor I not any sport yesterday، فاكيد هنا هنقول براكتس، هنكسر القاعدة. فعايزك تفهم ان neither فاعل nor فاعل بناخد على الفاعل الثاني، طب either فاعل or فاعل بناخد على الفاعل الثاني، ولو الجملة ماضي فما تفكرش في اولاني ولا تاني لان الجملة ماضي فلازم تبقى ماضي يا عم الحاج. طيب مستر معلش، لو احنا قلبنا قلنا neither I nor علي، ركز، neither I مكان علي وعلي مكان I، كنا هنقول neither I nor علي practices. طيب number two plan and prepare something new for the future، هو عايز يقول لك خطط للامام. التخطيط دايما بيكون للامام ولا في الماضي؟ يعني اكيد للامام، عشان كده اقول لك plan ahead. plan ahead دي يا شباب بتساوي كلمه plan forward، يعني انا ممكن استخدم بدل كلمه ahead ممكن استخدم بدلا منها كلمه forward. في number three Mona doesn't prefer fish. I don't. بص بيقول لك ايه، منى ما بتحبش السمك، انا ما بحبش السمك انا كمان. الجمله كده منفيه، وبالتالي ما دام هنفي هناخد ايزر مباشره من غير ما نفكر. طيب امتى نستخدم نيزر؟ على فكره كان ممكن ناخد نيزر لو هي جمله واحده منفيه، كان ممكن يقول لك اكتب منى doesn't prefer fish neither does I. طب الجمله هنا منفيه ولا مثبته؟ منفيه. طب ليه ما خدتش نيزر؟ ما هي منفيه، ما انا قلت لك انا باخد نيزر لو الجمله دي جمله واحده مش اتنين. طب لو هما جملتين اتنين فهناخد ايزر في اخر الجمله خالص لو منفيه، تو في اخر الجمله خالص لو مثبته. طب اثبتها كده يا مستر وجربها ولعب مع بعض. تعال نلعب مع بعض. لو قال لك منى بريفيرز، خد بالك انا بقول بريفيرز ها مثبته، يعني منى بريفيرز فيش اند اي بريفير فيش تو، لو كانت مثبته انت خدت ايزر ليه بقى؟ باختصار كده عشان انت توهتني، انا خدت ايزر يا عم علشان دي جملتين منفيين، والجملتين المنفيين يا عم خد معاهم ايزر. في مشاكل؟ لا مفيش مشاكل. لو في مشاكل بقى، في سلسله على القناه اسمها ازاي افرق بين، روح للفيديو الثاني بالظبط بالتحديد هتلاقي الموضوع ده مشروح فيه بالتفصيل، وهتلاقيه برضه مشروح مره في الوحده الاولى ومره مشروح في الوحده الرابعه وانا بشرح القاعده. الموضوع متكرر، والانجليزي اصلا كله تكرارات لانه لغه واللغه مرنه. When my not I immediately phone my dentist. لما ايه اللي بيحصل؟ انا بتصل دايما بطبيب الاسنان، دنتست، طبيب الاسنان، اكيد لما اسناني تؤلمني. انت عارف كلمه توث ايك اللي هي رقم ايه؟ دي الم اسنان. طب تيث ايك معناها اسناني تؤلمني. طب توث ايك كده بالجمله دي اصلا الكلمه دي غلط، المفروض كنا قلنا تي توث ايكس يعني سنتي تؤلمني. طب توث بيست معجون اسنان، انت بالعربي بتقول لي عندما اسناني تؤلمني اتصل بطبيب الاسنان. اسناني اللي هي مين؟ تيث. ما انت عارف ان كلمه تيث اللي بالاي معناها اسنان، توث اللي بالاو معناها سنه. عارف عامله زي مين بالظبط؟ زي فوت بول، فوت اف او او تي دي قدم، طب فيت اف اي اي تي دي اقدام. هنا بقى يا سيدنا انت بتقول لي عندما اسناني تؤلمني، عشان كده هنقول وين ماي تيث ايك اللي نمبر بي. طب مستر عايز اخد رقم سي، ينفع؟ اه والله ينفع، بس هتقولها كده، هتقول توث اكس، عشان توث اسم مفرد والمفرد بنضيف للفعل اس. حلو الكلام. طيب معلش يا مستر انا دماغي تربست، عايز اخد الاولانيه دي، ينفع؟ هينفع لو غيرت معنى الجمله when I have a toothache، لما يكون عندي الم في اسناني. خد بالك دي معناها الم في اسناني، دي اسناني تؤلمني ودي سنتي تؤلمني بس ناقص اس. نمبر 5 I as well as سمير. الله، جينا على as well as، فاكرها؟ as well as دي انا قلت لك ان اللي هي بدانا فيها الجمله فنجيب بعدها اي ان جي، فنقول as well as reading as well as playing لو بدانا بها الجمله. وقلت لك ان از والاز لما نجيب قبلها فاعل وبعدها فاعل بناخد على الفاعل الاولاني. مين الفاعل الاولاني هنا؟ اللي هو عمه. مين؟ عمه اي. الاي ناخد معاها مصدر، فعشان كده هنقول جو. طب مستر انت لخبطتني معلش، هو انت هنا في رقم خمسه قلت لي على الفاعل الاولاني، طب في نمبر 1 قلت لي على الفاعل الثاني، ايه اللخبطه دي؟ لا مش لخبطه، حضرتك محتاج تفهم وتحفظ. نيزر نور وايزر اور على الفاعل الثاني اللي بعد نور واور.
طب مع از والاز انت بتاخد على الفعل الاولاني اللي هو مين هنا؟ اي. طب يعني ما مثلا لو انا بدات الجمله بسمير از والاز اي كنا ناخد ايه؟ كنا ناخد جوز، سهله دي مش محتاجه صح. نمبر 6 اتس نون ذات نو جين وذاوت بين، ده حكمه كده مصريه معناها ان مفيش حد بياخد حاجه من غير ما يتعب، عشان كده باباك يقول لك ذاكر يا ابني، والله يا ابني نو بين وذاوت جين، سوري نو جين وذاوت بين، يعني مفيش مكاسب من غير بين، الم. طيب وانت عارف ان كلمه جين دي معناها يكسب ويربح، ومعناها لما نقول ذا كومباني هاز ا لوت اوف جينز يعني الشركه عملت ارباح كثيره. نيزر نوت لند مي ذا ماني نور ادفايسد مي، انت بتقول هي لا سلفتني ولا ساعدتني، فتاخد نيزر فعل مساعد فاعل، عشان كده تقول نيزر ديد هي. طب ليه بقى ديد هي؟ ليه ما نقولش هي ديد مثلا؟ ليه ما نبداش بالفاعل؟ القاعده بتقول لك ان اي لفظه نفي جت في اول الجمله بغرض النفي فنقلب الجمله على انها جمله سؤال، فعشان كده قلنا نيزر ديد هي لند. على فكره كان ممكن اقول لك نيزر هاز هي لنت وهاد هي لنت، عشان كده خدنا دي ما خدناش هاد، لو هاد كنا قلنا لنت. On hearing the news of her son's death، بعد ما سمعت خبر موت ابنها she conscious، conscious يعني معناها ان هي فقدت الوعي، يفقد الوعي اسمها lose conscious، وبالتالي هنستخدم هنا lost. وعايزك تفهم برضو ان كلمه lost دي بستخدمها لو واحد دراعه اتكسر فنقول he lost an arm، ولو فقد عينه هنقول او فقدت عينه يعني هنقول lost an eye، والسيده اللي ابنها مات بنقول she lost her son، خد بالك ما تنساش lost. ماجد likes apples and so، رجعنا تاني ماجد بيحب التفاح وكذلك انا، والله likes دي مضارع وبالتالي هنقول so do I، فين so do I؟ ادي so do I. طب ما ليه انت خدت دي؟ عشان احنا بنجيب so فعل مساعد فاعل، طب ما هي برضه فعل مساعد فاعل، هقول لك likes مضارع ازاي تاخد مضارع معاها did؟ عارف لو ماجد liked كنا قلنا so did I. طب معلش يا مستر معناها ايه so do I دي؟ معناها وكذلك انا. طب معلش انت قلت لي مره قبل كده برضه ان ممكن استخدم كلمه to بمعنى كذلك او ايضا، انا قلت لك كده لو هما جملتين مثبتين خد to، طب لو جملة واحدة خد سو مساعد فاعل، طب لو جملتين منفيين خد ايزر، طب لو جملة واحدة منفية خد نيزر مساعد فاعل، ولو انت مش فاهم روح لجملة سلسلة ازاي نفرق بين. في نمبر 10 نمبر 10 always the promises you make to others، دائما حافظ على، دائما نفذ الوعود اللي بتعملها للناس. انت عارف ان كلمة بروميس دي ممكن نقول معاها بريك ذا بروميس يعني يخلف وعده، وممكن نقول keep the promise اللي هي نمبر بي، اتمنى انها تكون واضحه، هي الصوره بس مشخبطه شويه، فعشان كده قلنا keep the promise. طب ما احنا ممكن في حاجه برضه يا مستر حافظ اسمها break the promise. ايوه break the promise دي لو انت اخلفت وعدك، ينفع اقول لك دائما اخلف وعدك؟ لا انا بقول لك دائما حافظ على وعدك. احنا كده خلصنا الجزء ده، الجزء ده زي ما قلنا هو الجزء نمبر 4، اتمنى ان هو يكون قدم لك حاجه مفيده. كان معاك مستر هيثم كمال، قبل ما تمشي بالله ما تنساش تعملي لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناه وتعرف زمايلك على القناه علشان القناه تزدهر، فيكون لنا نفس ان احنا نشتغل فيها كده. شكرا جزيلا، تابعني في الجزء الخامس هتلاقيه برده موجود على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.